يتلقى مستشفى مصطفى باشا عديد حالات الإصابة بكورونا من مختلف المناطق بالعاصمة وخارجها، غير أن المهام تتواصل لإبلاغ مختلف المصالح والمديريات عن المعلومات الشخصية للمصابين لفتح تحقيقات وبائية بأماكن سكنهم. مصلحة الوقاية تاع سيكتور تاع كوبا باش نمدوهم الحالات اللي راهم ساكنين في كوبا وراهم في المستشفى مصطفى باشا باش يديروا التحقيق عند العائلة تاعهم، باش يكون عندهم يعني الحالة اللي تاع كوبا اللي راهي في السبيطار. على كل حال عندهم عمل ثماك ميداني تاعهم لوكال، ولكن كي يكونوا عندنا حنا ديكا لازم يفو لي زافيرتي باللي راكم عندكم في السبيطار، هذا نعطيو لهم يعني العنوان تاع الناس الكل. يتم الاتصال بالمؤسسة العمومية للصحة الجوارية بالقبة. تاع اليوم تاع الاربعاء والخميس وي تري بيان. من مستشفى مصطفى باشا إلى مصلحة علم الأوبئة والطب الوقائي بالعناصر بالقبة، تتلقى رئيسة المصلحة المعلومات عن المصابين لينطلق دورها في التحسيس والتوعية. هذوك لي دوني كامل كيجيونا، حنا ندرسوهم هذوك لي دوني، نشوفو وين كاين لو بلوس دو كا، كال كوميون، نشخصوهم في بلاج العمر، باغ اج، باغ سكس. اي باغ كوميون نشوفو كاين لو بلوس، كاين بوبيلاسيون مقتنعه دونك يسهلونا الخدمه، مقتنعين وعن بالهم، سورتو كاين دان دي فامي سي دي درام، كاين كي يدخل واحد مريض يعديو بعضهم ومالوروزمون يلحقوا لو ديسي يموتوا سكي في هادوك اي سون تري كونفانكو، يقعدوا في الدار اون لي سونسيبيليز على الوقايه. الوقايه سي كوا؟ هذه هي الكمامه، يغسلوا يديهم، ينقيوا الدار، ما يتلاقاوش. حنا مالوروزمون على هاد لي شيفر اوغمونتي يا دي جون ما حبوش يفهموا، يتلاقاو داروا العراس، داروا الجنازات، داروا يخرجوا في لي مارشي، يريسبكت با هاد لا ديستانساسيون. التحقيقات الوبائية من بين أهم الوسائل التي يعتمد عليها لحصر الجائحة، شريطة مساهمة المواطن في احترام البروتوكول الوقائي عند إصابته بالفيروس للحد من انتشار العدوى.